صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومضات من فكر عبارة يقول فيها: لو انتظرنا استقرار المنطقة حتى نطلق المشاريع الكبيرة أين سنكون اليوم؟ لو حللنا كلمات هذه العبارة لكانت دافعا لنا وخاصة لأبنائنا الشباب والشابات في الانطلاق السريع في تأسيس أعمال خاصة بهم، سواء تحت مظلة المشاريع الصغيرة أو المشاريع المتوسطة أو حتى المشاريع المتناهية في الصغر من خلال منازلهم أو من خلال مكاتبهم الصغيرة. هذه العبارة تعطي الدافع دائما لأن يكون الإنسان سباقا ولا يتردد في اتخاذ قراراته إلا في الحدود المعقولة. فعلا هذه العبارة أثرت في فكري كثيرا، وأرى الآن ما تحقق في دولة الإمارات. لو أنه انتظرنا حتى تستقر المنطقة لما وضعنا تلك اللبنات الكثيرة في هذه الدولة. وهذه المشاريع العملاقة التي قامت يجب أن تكون كالمرآة أمام هؤلاء الشباب والشابات في انطلاقات عديدة تستوحي من الإمكانيات الكبيرة التي أسسها القادة في هذه الدولة حتى تكون نبراس لهم في الانطلاق للمستقبل لإضافة معدلات سريعة وكثيرة في عملية التنمية الاقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الذكرى 42 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان، وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في الذكرى 42 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الدولة المجيدة التي تقاس بسنين بسيطة مقارنة بإنجازاتها العظيمة ومراتبها التي وصلت إليه في جميع مجالات الحياة، سواء الاقتصادية منها أو الصحية أو الاجتماعية، وذلك بفضل الجهود التي قامت عليها هذه الدولة بفضل المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس هذه الدولة وإخوانه الحكام الذين انتقلوا إلى رحمة الله. هذه الدولة العظيمة في إنجازاتها، المتميزة في مشاريعها، المتقدمة بسرعة غير طبيعية في كل مجالات الحياة، دولة نفتخر بها جميعاً، نفتخر بها كقيادة ونفتخر بها كشعب ونفتخر بها أيضا كمقيمين من جاليات مختلفة في هذه الدولة. هذه الدولة التي تتصدر الآن المراتب المتقدمة في جميع مجالات الحياة، ولن أستطيع حصرها ولا عدها، لأن الصحف في كل يوم وكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتشهد بذلك في كل مجالات الحياة بما وصلت إليه هذه الدولة. أتمنى من الله العلي العظيم أن يديم الأمن والأمان وأن يديم الرخاء والعزة لهذه الدولة حتى تستطيع أن تقوم بواجبها تجاه شعبها وتجاه جيرانها في المحيط الإقليمي القريب وباتجاه جميع الدول العربية وجميع دول العالم، لما لهذه الدولة من أيادي بيضاء
في مساعدة الشعوب المتضررة سواء في الحروب أو في الفيضانات والسيول وإلى غير ذلك من المشاكل والكوارث التي تعاني منها شعوب بعض الدول من حين إلى آخر. الكلام لن يوفي قدر هذه الدولة مهما قيل من جميع المصادر، لأن حق الدولة هذه كثير ولا نستطيع عده في كلمات بسيطة. ولكن ما نقوله في الخاتمة أن الإنجازات التي تحققت هي إنجازات دول بكاملها لقرون كثيرة وعديدة. هذا ما يشهد به القاصي والداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.